بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. وصفتي النهاردة هتكون طريقة عمل بيتي فور بدون زبدة. هنعمله بالسمنة، مكوناته سهلة وبسيطة واقتصادية ومتوفرة في كل بيت، وهيكون ناعم جدا ومقرمش وهش جدا، نتيجته هتكون هايلة. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. مكونات: هحتاج لكوبايتين من الدقيق المنخول، وكوباية من السمنة الساقعة، ولازم تكون ساقعة جدا لسه خارجة من التلاجة، ممكن تكون كلها سمنة نباتي او نصها سمن بلدي ونصها سمن نباتي، هتدي نكهة كويسة جدا للبتيفور. ونص كوباية من السكر البودرة، وبيضة واحدة، ومعلقة صغيرة من فانيليا البرتقال اللي انا عملتها قبل كده في القناة، هسيب لكم لينك الوصفة بتاعتها في صندوق الوصف اللي يحب يشوفها، هتدي له نكهة البرتقال. وطبعا الكوبايه اللي انا استخدمتها لازم تكون كوبايه موحده، يعني هي كوبايه واحده بتعاير بيها كل المكونات. الكوبايه اللي انا استخدمتها 250 مللي، هي نفس مج الشاي اللي موجود في كل بيت. نبتدي بقى بسم الله. اول حاجه بقى عندي، انا هبتدي باضافه السكر البودره نص كوبايه، وهبتدي بقى اضيف معاها السمنه الساقعه. باجي بقى اطلع السمنه من الكوبايه واضيفها مع السكر، بطلعها بالمعلقه القطعه كده علشان هي ساقعه جدا ما تبقاش طعم على الكب. هبتدي بقى دلوقتي اخلط المكونات دي لغايه ما تبقى كريمه وتبقى هايشه جدا، والخطوه دي ضروريه جدا، لازم السكر والسمنه يوصلوا لمرحله الكريمه. بيكون بقى شكل قوام السمنه والسكر بعد ما خلطتهم كويس، شايفين بقى ازاي الكريمه وهشه جدا وخفيفه كمان، ده القوام المظبوط. هبتدي بقى دلوقتي اضيف البيضه، هضيف بقى البيضة، وطبعا مش بضيف البيضة غير لما السمن والسكر يوصلوا للمرحلة دي، وهضيف معاها كمان فانيليا البرتقال، وهبتدي بقى اخلطها لغاية ما البيضة دي تختفي خالص في المكونات دي. بعد ما البيضة بقى اتخلطت كويس واندمجت كده مع المكونات، هبتدي بقى دلوقتي اضيف جزء من الدقيق، مش هضيف الدقيق كله لان انواع الدقيق بتختلف من نوع للتاني، فانا هضيفه بالتدريج دلوقتي. قبل ما هبتدي باضافه الدقيق هاخد منه معلقه واحده بس وهسيبها على جنب دلوقتي، وبعدين هبتدي بقى اضيف جزء من الدقيق. ضفت كده بقى جزء من الدقيق وهبتدي بقى اخلطه، بعد ما اختفى كده خالص هبتدي اضيف جزء تاني، هبتدي اخلطه برده، وهكذا بقى لغايه ما اخلص كميه الدقيق، بس مش بضيفه كله مره واحده لان زي ما قلت انواع الدقيق بتختلف من نوع للتاني حسب ما العجينه بتاخد. يكون بقى شكل العجينه بعد ما عجنتها وضفت الدقيق بالتدريج، هي اخدت كل كميه الدقيق اللي موجوده عندي، لازم توصل للقوام ده، ما بتكونش بتلزق قوي، بتلزق بسيط جدا. دلوقتي بقى انا هاخد الخليط ده واقسمه على اتنين، قسمت بقى عجينة البيتيفور كده على جزئين، جزء بقى هضيف عليه معلقة الدقيق اللي انا شلتها في الاول، والجزء التاني هضيف عليه معلقة كاكاو بنفس المعلقة، وانا شلت معلقة الدقيق دي علشان لما اضيف الكاكاو ما تبقاش العجينة ناشفة، فبعدلها في الناحية التانية بالدقيق وقصادها الكاكاو. ضفت بقى كده معلقة الدقيق ومعلقة الكاكاو وهبتدي بقى اخلطهم. بعد بقى ما عجنت العجينة كويس وخلطتها كده، انا عندي جزء بالفانيليا وجزء بالشوكولاتة، هبتدي بقى اشكلها. حطيت العجينة بقى دلوقتي في كيس الحلواني وهبتدي بقى اشكلها. شكلت بقى الصاج الاول كده على شكل وردات، ممكن تسيبيه زي ما هو كده وتزينيه بالكريز او الفواكه المجففة او اي حاجة يعني موجود عندك. زينت الصاج كده، دلوقتي بقى هحطه في فرن. الفرن لازم يكون سخن جدا على اعلى حرارة، وبعد حوالي 5 دقايق ههدي الحرارة على درجة حرارة 180. صينية تانية انا عملت جزء فانيليا وجزء شوكولاتة، وهكمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. بيكون بقى الشكل النهائي لكل كمية البيتيفور بعد ما سويتها. البيتيفور هش جدا وناعم ومقرمش، نتيجته هايلة، واخد لون ذهبي كده من فوق. ده بيكون شكل التسوية من تحت. هبتدي بقى دلوقتي في التزيين. جبت هنا بقى مربى مشمش عشان الزق بيها البيتيفور مع بعض، ممكن تكون اي نوع مربى تانية او ممكن يكون شوكولاتة سايحة. بعد كده بقى هجيب دي شوكولاتة بيضة ودي شوكولاتة غامقة، سيحتها في حمام مية سخنة مع معلقة واحدة بس من الزيت علشان تديها لمعة. بعد ما هلزق بقى البيتيفور بالمربى هحطها في الشوكولاتة البيضة والغامقة. بعد كده بقى هغطيها بأي حاجة تكون متوفرة عندي، كده بسكوت مفروم وجوز هند، فرماسيل ملونة، فرماسيل شوكولاتة، ممكن تكون برضو مكسرات مفرومة أو شوكولاتة مبشورة، أي حاجة يعني.
بجيب بقى كل اتنين من البتيفور وبحط عليها قطعة من المربى وبغطيها. لما قفلتها بقى كده هغطيها بالشوكولاتة. انا غطيتها بقى كده بالشوكولاتة البيضة والغامقة وبعدين زينتها. تقدري بقى تعملي اشكال كتير وتزيني بطرق مختلفة. هكمل بقى الباقي بنفس الطريقة. بيكون بقى الشكل النهائي للبيتيفور. البيتيفور ناعم جدا وهش ونتيجته هايلة. بس اهم الملاحظات علشان يطلع معاكي ناجح جدا ان السمنة لازم تكون ساقعة جدا. تاني حاجة لازم اخلط السمنة مع السكر كويس جدا لغاية ما يهيش ويبيض ويبقى زي الكريمة. لازم اخلطها مدة كافية. كمان لازم نضيف الدقيق بالتدريج، مش بنضيفه مرة واحدة لأن أنواع الدقيق بتختلف من نوع للتاني. لازم تكون عجينة البيتيفور ملزقة شوية صغيرين مش ملزقة أوي عشان تطلع معاكي ناجحة. كمان لما باجي أسوي البيتيفور في الفرن لازم يكون الفرن على درجة حرارة عالية جدا، وبعد 5 دقايق بهديله الحرارة على 180 علشان الفرن لو كان بارد البيتيفور هيوسع في الفرن وهتكون نتيجته مش حلوة. طريقة بقى حفظ البيتيفور ده، انا مش بزينه بالشوكولاتة خالص، انا بحفظه زي ما هو كده واحطه في علبة واحط بين كل طبقة وطبقة كيس من اكياس التلاجة، ووقت اللزوم بزينه بس علشان ما يرطبش. بالطريقة دي هيفضل مقرمش معاكي مدة طويلة جدا. نشوف بقى دلوقتي شكل البيتيفور من جوه. ده بيكون شكل البيتيفور من جوه، ناعم جدا وفي نفس الوقت متماسك مش بيتفرفد. شكل بيتيفور الفانيليا والشوكولاتة، شايفين هي قد ايه هشة وناعمة. طبعا ان تكون طريقة النهاردة في عمل بتيفور السمنة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.